وبعد ما كملت العلبة أقدر أحكي عن تجربتي ويا زيت سيسا الهندي الأصلي. طبعا هذا وصلني من الهند، يعني اشتروا لي اياه، وصيتهم جابوا لي اياه من الهند، ما مشتريته من اي صفحه، وما اعرف الصفحه اللي توفر المنتجات الاصليه، لكن شفت صفحه سابقا ونزلتها لكم. راح اترك لكم الفيديو اسفل هذا الفيديو اللي اول ما بلشت ووصلني هذا المنتج. هذا هو شكله، العلبه الاصليه متكون من 18 عشبه نادره، تعمل على تطويل الشعر، تقليل تساقط الشعر، معالجة التقصف، وينطي لمعان ونعومة وثخن للشعر. تجربتي وياه بلشت بي بالشتاء، فكان جدا مزعج لأنه نوعا ما يتجمد، فتحتاجون إلى أنه تذوبوا زين. أنا يعني ما مباشرة على نار هادئة، هيك على شمعة، فتشي بسيط، شلون هذه الشمعات والفواحات اللي يسوها، في الشيء يعني بسيط، مجرد بس حرارة ياخذ يذوب، استخدمه على فروة الشعر، وباقي الشعر يعني استخدم إلى زيت جوز الهند، وممكن مرات استخدم الزيت هذا نفسه بآخر المرات. فترة يعني اجتي تركتها شهر أو شهرين، لكن النتيجة رائعة، يعني من خامس هيتشي استخدام بلشت أشوف البيبي هير، يعني مقدمة الشعر بلش يطول وبلش يطلع بيبي هير. طبعا الزيت السابق اللي استخدمه اللي هو كيش كينج أيضا طلع لي بيبي هير، لكن هذا حسيت حرفيا بفرق الطول، يعني فوار فوار مو طبيعي. إنه أنا قصيت شعري، قصيته قصة من هاي تعجبكم، لا أربع أصابع يمكن طول. لحظة خلي أقيسها، ست أصابع، قولوا ما شاء الله، يعني مو أربع أصابع. يعني أنا لاحظت فرق واضح، لأنه القصة مالت الشعر يعني كلش الحد مالتها أنا حافظته، فحسيت بهذا الفرق، يعني فشي قصير قصته، فلذلك دا أحس بطول الشعر. فجدا أنصحكم به إذا حابين تطولون شعركم. بالنسبة لللمعان والثخن والنعومة، إيه فعلا أكو فرق جدا واضح، ولو أنا يعني هو شعري أصلا بلمعة وناعم، لكن أكو فرق بالثخن. تساقط الشعر نسبة يعني شنقول 5/10، فشي نسبة جدا رائعة بالنسبة للتساقط السابق، فجدا أنصحكم به. لكن جدا مهم الالتزام والاستمرار، وإذا حابين نتيجة بعد أكثر تقدرون تكرروا. إش قد أستخدمه؟ مرة بالأسبوع بالويك أند، شعر نظيف أخليه على شعري لمدة ساعتين إلى ثلاثة، وبعدها غسلة يعني بشامبو كيش كينج والكونديشنر مالته، شوفت لكم إياه بالفيديو، تلقوه أسفل هذا الفيديو.